إذاعة سلطنة عمان. ونحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر، لأن في ذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل. البث المباشر، مواضيع مختلفة على بساط الحوار. نحن معكم وعلى الهواء مباشرة ومع برنامج البث المباشر. البث المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ومشوار جديد يجمعنا معكم في البث المباشر. الخامس من فبراير 2015، اليوم الخميس وبداية ربما إجازة نهاية الأسبوع. كل توفيق لكم أينما كنتم وإجازة سعيدة موفقة. نحن معكم وعلى الهواء مباشرة في البث المباشر، وحلقتنا لهذا اليوم حلقة عامة نتناول من خلالها مجموعة من الردود التي وصلت من الجهات المعنية. كل تحية للجهات التي تتواصل معنا وتأتي ردودها من خلال ملاحظات المستمعين الذين يوفون بالملاحظات في الحلقات المختلفة للبرنامج. اليوم لدينا مجموعة من الردود، لدينا ردود من وزارة القوى العاملة والطيران العماني ووزارة التربية والتعليم والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية، وكذلك من الهيئة العامة للكهرباء والمياه. أهلا بكم في البث المباشر، فريق عمل البرنامج: تماضر بن سالم الوهابية، خالد بن حمدان الحجري، عبد الله بن مختار البلوشي، أنس بن خميس المشيفة. في تقديم معكم خالد بن عبد الله السلامي، وهذه تحية من مخرجنا اليوم حمد بن عامر الوردي. البث المباشر منكم أقرب. أهلا بكم في البث المباشر، البث المباشر دائما منكم أقرب. مرحب بكل ملاحظاتكم في كل المجالات، على أن تكون مواضيع عامة بكل تأكيد نكون حلقة الوصل بينكم وبين الجهات المعنية المشكورة التي توافينا بردودها من مختلف المواضيع. الآن معنا الفاضل سالم بن نصير الحضرمي، مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة. أستاذ سالم مرحبا فيك معنا. الله بالنور لك خالد، كيف الحال أخي؟ الحمد لله، يا مرحبا فيك أستاذ سالم. كيف صحتكم؟ خير، نفتتح الحلقة معك إن شاء الله. تشريف، جزاكم الله الخير. الله يعطيك صحة والعافية، مشكورين على تجاوبكم معنا. مجموعة من الملاحظات أستاذ سالم وردت في حلقات سابقة، سنأخذها تباعا هكذا معك إن شاء الله. أستاذ سالم، في ملاحظة وردت من الأخ بدر الرشدي في إحدى حلقات البرنامج، كان يتساءل عن نشاط بيع المواد الغذائية للعمالة الوافدة. ماذا عن هذا النشاط بداية أستاذ سالم؟ هل النشاط موقف فعلا عن العمالة الوافدة للعمل في نشاط بيع المواد الغذائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية شكرا لك خالد وشكرا على التواصل المستمر وعلى طرح هذه المواضيع المهمة حقيقة في وسائل الإعلام، كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية. في البداية الشكر موصول طبعا للأخ بدر على هذا الاستفسار الطيب. طبعا عندما نتحدث عن المواد الغذائية، هذا الموضوع طبعا ليس موضوع وليد اليوم حقيقة، هذا بدأ اعتبارا من سنة، خلينا أقول لك الواقع من سنة 2001، وهو
طبعا من ضمن توصيات ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية والتي كانت طبعا في المخيم السلطان السامي والتي انبثق عنها أيضا كان قرارين، أحد أهم القرارات طبعا هو إشهار برنامج سند كان يوميا. كان من ضمن خطط البرنامج لبرنامج سند في هذه الندوة هو التعمين قطاع المواد الغذائية، لأنه وجدنا فعلا بأن هذا القطاع من ضمن القطاعات المربحة اقتصاديا ويخلق فرص عمل للمواطنين. وحتى سنة 2000 هذا القطاع ضم ما يقارب أكثر من 4000 محل، ونتكلم عن المواد الغذائية هي البقالات والتي مساحتها لا تتجاوز عن 1000 متر مربع. طيب. ومثل ما نظرنا الأخي خالد بأن جميع ولايات السلطنة تعمدت في اعتبارا من سنة 2001 وحتى سنة 2005، وبعد اكتمال تلك الولايات طبعا هناك في تحديات واجهت هذا القطاع، من ضمنها تحديات هو طبعا توسع هذا القطاع لإنشاء مجمعات تجارية ومراكز تجارية، وبالفعل تأثروا بعض المواطنين الذين يجيروا هذا المشروع. وبالفعل إن هناك كان ما يقدر أكثر من 10,000 مواطن يعمل في هذا القطاع في مختلف ولايات السلطنة. طيب هل قيمتم أستاذ سالم الآن الوضع الحاصل في هذه المحلات بيع المواد الغذائية؟ يعني الأخ بدر الرشدي يقول أنه يعني أوكي طيب قامت وزارة القوى العاملة بمنع استخدام العمال الوافدة للعمل في محلات بيع المواد الغذائية. يقول الراتب للعماني أقل شيء يكون 300 ريال ودخل المحل أحيانا لا يتجاوز 200 ريال. خلينا نتكلم بشكل عام أستاذ سالم، هل فعلا هذه من ضمن التحديات التي تواجه هذا القطاع؟ هو حقيقة ليس هذا التحدي، لأن أذكر هناك في دراسة قامها برنامج سند قبل التحاقه في صندوق الرفد، ووجد بأن متوسط الدخل أعلى من 325 خاصة للعاملين في مجال المواد الغذائية. الشيء الثاني، هل نحن نقيم أخي خالد؟ نعم نقيم هذا الوضع، وعندما وجدنا بأن فعلا هناك بحاجة إلى مساعد وليس نقل المحل إلى الوافد، لأن إذا نقلنا المحل إلى الوافد معناه أرجعنا التجارة المستترة، وأعتقد هذا أيضا حتى المجتمع ما يتقبلها، لأن اليوم حتى في ندوات مؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان التركيز على المواطن أن يدير عمله وأتيح الفرصة بأنه يتأمن عليه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. واليوم لدينا أكثر من 2600 مواطن مؤمن عليهم، أصحاب مهن حرة وكذلك أصحاب عمال. فبالتالي عملية إرجاعها للوافد هذا أنا أعتقد راح مستبعدة، ولكن فعلا قمنا بدراسة هذا الوضع ووجدنا أنه بحاجة إلى من يقوم بمساعدة هذا المواطن. المواطن يقوم بإدارة محله، يعني ولكن قمنا يعني بمساعدته. هل نتوقع أنه يسمح للمواطن خلال الفترة القادمة من يمتلك نشاط لبيع مواد غذائية باستخدام عامل وافد وفق ضوابط معينة؟ نعم 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 نعم، سهلنا أخي خالد، سهلنا، وهو عامل شحن وتفريغ، والآن هناك تسهيلات أخرى. كلنا تابعنا التوصيات أو الإجراءات التي اتخذتها ندوة تقييم مؤسسات صغيرة متوسطة، لأن هناك يجب على وزارة القوى العاملة التسهيل لأصحاب المؤسسات أو التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة. وبدأنا حقيقة الآن من بعد الندوة من هذا الأسبوع بدأنا يعني لإعطاء بعض التسهيلات، وإن شاء الله سوف تعلن في حينها. طيب أيضا هناك استفسار من الأخ محمد الرقمي حول هل هناك مراقبة بالفعل أستاذ سالم لهذه المحلات التجارية بيع المواد الغذائية؟ لأنه بالفعل نلاحظ أنه كثير من المحلات يعمل فيها عمالة وافدة ولا وجود للعمانية. يعني لاحظ أخي خالد، لاحظ الطرح مختلف تماما. يعني الأخ بدر يسأل على أساس أن التسهيل للوافد يعمل في هذه المحلات. هناك طبعا مثل دائما نحن نقول أن طبعا المواطنين أحد من مؤيد وأحد يقول لك لا يا أخي لا تتوسع في القوى العاملة الوافدة. وبالتالي فعلا أن العامل الوافد أصبح منافس، وبالتالي أن يمتلك المحل، ونحن نعلم تماما التجارة المستثمرة بوجودها في البلد هي من تدير هذه المحلات، وخاصة المنشآت ذات الدرجة الرابعة. طيب إيش اليوم أكثر من 130,000 منشأة؟ يعني ترى هو يعني عندما نتكلم عن اختلاف الطرح هو أن تحكمها المصالح المتباينة بين الطرفين. يعني نتكلم مثلا عن بدر ربما هو صاحب محل، لكن عندما نتكلم عن الأخ محمد قد لا يكون صاحب محل لبيع مواد غذائية. أكيد. طيب أنا حقيقة أنا أطمن الأخ بدر أن فعلا هناك تسهيلات موجودة، وهذه التسهيلات راح تمتد أيضا. ولكن لا تنسى بأن أيضا أحد التوصيات بالنسبة للمتفرغين القائمين على أعمالهم أيضا ستكون هناك لهم تسهيلات وإعفاءهم حتى عن نسب التعميم.
طيب الآن ماذا عن الحلول المطروحة لعلاج هذا الموضوع؟ ذكرت أنه فعلا هناك دراسات وهناك أيضا وقفت على تحديات تواجه هذا القطاع. الآن نحن نعمل على إيجاد تشريع، طبعا من تابعنا كنا إجراءات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والآن نعمل داخل هذه الوزارة لإيجاد تشريع فعلا للتسهيل على أصحاب تلك المؤسسات. ولكن أقولها مرة أخرى أخي خالد، هم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين لأعمالهم والمسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وليس نقصد هم العاملين كانوا عاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص. لكن أستاذ سالم، الآن هل مفتوح طلبات استقدام العمالة الوافدة للعمل في الأعمال التجارية؟ أنا بس أصحح لك معلومة أخي خالد، عندما نقول المنع معنى المنع معناها المنع مطلق، ولكن الوزارة لا توجد هناك منع مطلق. عندما اليوم أصرح للقوى العاملة الوافدة في مجال الشحن ويعمل في داخل المحل، إذن هذا هنا التصريح من الوزارة، فما على المواطن المتصل إلا أن يقدم وفق الآليات الموجودة أو أن الانتظار ما هي التسهيلات التي ستأتي خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. طيب أستاذ سالم، هناك أيضا استفسار من أحد المتابعين حول نشاط مراكز الموارد البشرية ما يتعلق في التدريب، هل هو مفتوح لإقامة هذا النشاط واستقدام العمالة للعمل فيه؟ هو مراكز التدريب أخي خالد يعني ربما هذا من الأنشطة الحديثة اللي فعلا انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية أو خلال خلني أقول لك السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة. وربما يعني من مردودها الاقتصادي، لأن تعرف هناك البلد الآن بحاجة إلى تأهيل وتدريب، وهناك كذلك حتى المؤسسات الحكومية والخاصة. فعندما وجدت بأن الوزارة بأن هناك طلبات تنهال لهذه الوزارة، الوزارة الآن قائمة لتنظيم هذا القطاع لا غير. طيب. فبالتالي نحن الآن ننظم هذا القطاع، ولكن بالنسبة لإنشاء مراكز تدريب، مراكز التدريب طبعا هي مفتوحة وفق ضوابط يتم الحصول عليها من دائرة المؤسسات التدريبية الخاصة، وبالتالي يستطيع أن يؤسس مركز تدريب متى ما شاء. نعم، شكرا لك أستاذ سالم بن نصير الحضرمي مدير عام المديرية العامة. أنا أعتقد خالد أيضا كان أيضا في طرح بالنسبة للورش، ما أعرف هل هناك سؤال أو شيء. طيب أنا إذا كان نعم أعتقد وصلتك المعلومة أستاذ سالم. نعم قالوا على أساس هناك بعض أيضا أحد الأخوان متصلين يتساءل عن إيقاف نشاط الورش وتحديدا ورش النجارة والحدادة واللحام. طيب، فإذا كان هناك أي سؤال أنا على استعداد للرد. نعم، يبدو أن هذا ورد من خلال إحدى الاتصالات التي ما تحضر الآن، لكن ماذا عن هذا النشاط؟ هل هو يعني مسموح أيضا؟ هو أيضا مرة ثانية أؤكد لك بأن هذا النشاط ما إلا موقوف وقف مطلق. هذا النشاط أيضا حدينا منه حقيقة، لأن خلال الفترة الماضية وجدنا هناك ازدياد كبير لهذا النشاط. أقول لك على سبيل المثال، اليوم في ورش النجارة لدينا أكثر من 4000 منشأة على مستوى السلطنة، أكثر من 60% من هذه المنشآت تعمل في الدرجة الرابعة، يعني 2853 منشأة تعمل في ورش النجارة تعمل في الدرجة الرابعة. كذلك ورش الحدادة لدينا أكثر من 6000، منها 4500 في الدرجة الرابعة. عندما وجدنا هناك فعلا تكدس وخاصة بالذات في هذه الدرجة وعدم تفرغ أصحابها، الوزارة الآن قائمة لتنظيم هذا القطاع. وهذه طيب. أيضا من ضمن التسهيلات أعطيت، تسمح لي بس خالد، يعني أعطيت لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين، نتيح لهم حتى قبل الندوة الوزارة اتخذت قرار بأن نتيح السماح لهم في حالة إنشاء مشروع وتسجل في الهيئة العامة للتأمينات كصاحب عمل، الوزارة تقوم بالتصريح لهم بقوة عاملة وافية. طيب أستاذ سالم، عندما نقول تنظيم معناته ربما منح تراخيص لكن وفق ضوابط أيضا صارمة. نعم، هي ليست صارمة ولكن بقدر ما هو تنظيم القطاع، يعني الوزارة حقيقة بالتنسيق مع بعض الجهات مثل عندك وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بين الحين والآخر لتنظيم قطاع معين. قمنا بالسابق تنظيم قطاع الإنشاءات، الآن نقوم بتنظيم هذه القطاعات. هناك أيضا تنسيق، مثلا أضرب لك مثال، أيضا قطاع البريد هناك تواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات لتنظيم هذا القطاع. ونحن نشد على أيديكم أستاذ سالم، لأنه بالفعل يعني عدد العمالة الوافدة في السلطنة يعني أعداد كبيرة جدا، يعني السلطنة تبحث طرق عديدة للتقليل من هذه العدد الأعمال الوافدة الموجودة أكيد في البلد. لكن أستاذ سالم، يعني شهدنا خطوات تقوم بها وزارة القوى العاملة في الأشهر الماضية في يعني تنظيم
بعض المهن واستقدام بعض العمل الوافدة في نعم المهن، إيقاف بعضها لعدة أشهر ربما وهكذا. هل رصدتم جدوى فعلا من هذا التنظيم بحيث أنه فعلا كان هناك تقليل من عدد العمالة الموجودة في البلد وبعضها حتى يمتهن؟ بالفعل أخي خالد، يعني نسبة نمو القوى العاملة الوافدة قلت مقارنة بين 2013 و2014 هذا العام، والسبب الرئيسي هو إيقاف قطاع الإنشاءات. يعني مرة أخرى، هو الإيقاف ليس الإيقاف مرة واحدة لكل الدرجات أو نعم. لكل المشاريع، ولكن عندما قمنا بالتنظيم لهذا القطاع فعلا استطعنا نحد الكثير من استخدام القوى العاملة الغير منظمة. يعني نحن نقول الإنسان الجاد الفعل المتفرغ لأعماله، الوزارة على استعداد نعم. والوزارة المستعدة أن تحتضن هذا الشخص نعم. ولكن نعم. عملية تسريح القوى العاملة الوافدة حقيقة هذا غير مقبولة، وأيضا حتى طبعاً. المجتمع غير مقبول والمجتمع هذا. لا يتقبل ذلك، ولها آثار أكيد نعم. على المجتمع في مختلف مجالات. شكرا لك الأستاذ سالم نعم. بن نصير الحضرمي، مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أخي خالد، بارك فيك. حياكم الله مستمعينا الكرام في البث المباشر، نتواصل معكم في هذه الحلقة الحية والمباشرة التي نخصصها هكذا للردود القادمة من مختلف الجهات المعنية. الآن معي عبر الهاتف الفاضل محمد بن علي المعني، مساعد العميد لشؤون الطلاب بكلية تقنية بنزوة. أستاذ محمد مرحبا فيك معنا. مرحبتين أخي العزيز، الله يبارك فيك. أهلا بك ومرحب بك طبعا، وتفاعلكم مع مختلف الملاحظات في برنامج البث المباشر واجبنا. نعم. أخي العزيز الله يبارك فيك. أستاذ محمد، وردت ملاحظة أكيد وصلتكم من قبل المتصل محسن التوبي حول علاوات طلبة الكلية التقنية العليا لشهر يناير. بالضبط، نحن متابعين الموضوع. أنا أولا أوجه تحية للأخ محسن ولجميع نعم. طلبة وطالبات كلية التقنية بنزوة، وفي نفس الوقت نحن يعني نبلي تعاطفنا مع الإخوان واتفاقنا مع ما تم طرحه في كثير من أبعاده وتأخير على، ونعم هناك تأخير في علاوة الطلاب، ولكن هو تأخير كما قلت لأسباب خارج عن الكلية التقنية. يعني الكلية التقنية إجراءاتها نحن فقط تجاوز فقط يومين، ولكن هناك أبعاد ومسببات يعني تأخذ في أكثر من بعد يعني في نفس الوقت أخي العزيز، أنا أريد أطمن الأخ محسن والجميع الطلاب إنه علامات الطلاب قد تم تحويلها. أنا حتى أكون أيضا أطمئنه وأطمئن الجميع متى تم تحويلها. أولا الطلاب تسلموا علاماتهم ما عدا جزء بسيط، وهم ايضا في طور الاستلام ان شاء الله. نعم. طيب استاذ محمد، خلينا يعني ربما نناقش موضوع الطلبه بشكل عام. هل تتابعون احوال الطلبه، اماكن ربما اقامتهم واماكن السكن لمدى ملائمتها، وايضا الدراسه والجو الدراسي الذي يعني مفترض ان يكونوا فيه حتى يحققوا اقصى درجه ممكنه من التحصيل الدراسي؟ وهذا هو نحن بالضبط، نحن هذا دورنا، نحن هو الدور الأساسي الذي نقوم فيه هو تهيئة البيئة والظروف المناسبة قدر الاستطاعة، لأن هناك كما قلت هناك عوامل تتعلق بالطالب، بالبيئة المحيطة، بالكلية، أيضا عوامل بمؤسسات وجهات. نحن متفاعلين مع الطلاب ومع البيئة الخارجية لتذليل ما يمكن تذليله من معوقات من أجل إثراء بيئة أكاديمية واجتماعية للطالب للنهوض بشخصيته في نفسه. نعم. إذا الآن أنت الأستاذ محمد تؤكد أنه ما في شيء مقلق بالنسبة لتأخر علاوات طلبة الكلية التقنية العليا؟ علاوات الطلاب كما قلت تم إيداعها، ما عدا حتى أكون صريح جدا معك، ما عدا 240 طالب بالضبط من الدفعة الجديدة، وهؤلاء الطلاب الذين يعني حقيقة أنا ما كنت أتمنى أن أقول كلمة، وإنما هو بسبب الطلاب أنفسهم لأنهم لم يقوموا بتسليم حساباتهم البنكية. طيب. وتم إرسال رسالة نصية إلى جميع الطلاب، وبدوا يوم أمس فقط أو قبل يومين ثلاث أيام بالتواصل، لكن حتى الآن هذول طلاب جدد أستاذ محمد، طلاب جدد في الكلية متحقين يعني هم طلاب جدد الأول. نعم، هي الإشكالية مع يعني نحن قبلنا أكثر من 850 طالب جديد في بداية شهر يناير. نعم.
وحوالي كموقف 240 طالب، بالرغم انه نحن 70 البنك داخل الكليه حتى نسهل ايضا للطالب عمليه فتح حساب وغيره. وخصصنا يومين خلال الاسبوع المفتوح اعلنا رسائل للطلاب، لكن رغم ذلك 240 طالب حتى اليوم لم يتفاعلوا فعلا، لم يقوموا بتسليم اي وثيقه. طيب. لم يقوموا بفتح حساب للبنك. طيب. بالرغم من ذلك 120 طالب من زملائهم نحن نسمي يعني تحويل المبالغ المبالغ لهم. طيب. البقيه الاخرين. طيب استاذ محمد، من يستمع يعني الينا الان من هؤلاء الطلبه اللي ذكرتهم تقريبا 200 واكثر شويه، ما هي الاجراءات المطلوبه ايضا لاستلام علاماتهم؟ نحن بعثنا رساله لهم لضروره التعجيل في تسليم حساب الخاص بهم في البنك من اجل ايداع العلاوه لهم. نعم. فقط يعني هي فقط مطلوب من عندهم ان يسلم حسابه البنكي وبطاقه نسخه من بطاقه شخصيه. طيب. لا اكثر. طيب. يعني لا اكثر من ذلك. شكرا لك استاذ محمد بن علي المعني، مساعد العميد لشؤون الطلاب بكليه التقنيه بنزوه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وانا اكرر ايضا يعني احتراما لجميع الطلاب، وربنا يسهل الامور. امين، وان شاء الله تكون يعني ايام موفقه. امين لهم. امين، وياك يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. حياتي. حياكم الله مستمعينا الكرام في البث المباشر، نتواصل معكم في هذه الحلقة العامة. الآن معي عبر الهاتف الأستاذ مرهون بن بطي الغافري، منسق مجلس إدارة الجمعية العمانية للمعاقين. أخ مرهون، مرحبا فيك معنا. أهلا وسهلا بك، مساء الخير يا مرحبا. مساء النور والسرور، أهلا بك في البث المباشر، شكرا على تجاوبكم. أستاذ مرهون، بداية قبل أن ندخل إلى ملاحظة واردة من الأخ سيف العوفي، دعنا في البداية نتعرف على موضوع توزيع الكراسي المتحركة للمعاقين. من هي الجهة التي تقوم ب يعني توزيع هذه الكراسي على المحتاجين من إخواننا المعاقين؟ في البداية طبعا أحب أشكركم على هذا اللقاء وهذا الحوار الجيد. طيب. طبعا الجمعية العمانية للمعوقين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية نحن نقوم بتوزيع هذه الكراسي. طيب. نعم. طيب. فنوزع طبعا على الأشخاص ذوي الإعاقة حسب إعاقتهم المختلفة، كراسي مثلا كهربائية أو كراسي العادية أو الكراسي العملية. طيب، ما هي الآلية في التوزيع؟ نعم. أستاذ مرهون، آلية التوزيع طبعا أن الشخص ذوي الإعاقة يتقدم بطلبه ثم يتوجه لنا في الجمعية، احنا نشوف يعني نوعية الإعاقة، هل هذه الإعاقة تناسب مثلا كرسي متحرك أو كرسي عادي أو كرسي عملي اللي هو كرسي مكتب أو كرسي سيارة يعني. حسب طبيعة. نعم. كل إعاقة وأيضا نشاط. نعم. أيضا هذا نشاط. نعم. هذا المعاق. طيب، يعني ملاحظة الأخ سيف العوفي، قد تحدث هناك أعطال في هذه الكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين، هل هناك ورش أو ربما أماكن لتصليح هذه الكراسي في حال وجود أي أعطال واستبدالها؟ في الجمعية العمانية المعوقين احنا لدينا طبعا ورشة عمل اللي هي بسيطة جدا مصغرة نقوم فيها طبعا حسب الإمكانية طبعا. الجمعية طبعا خيرية أهلية تطوعية تعتمد على التبرعات. نعم. من رجال الأعمال والبنوك والشركات. وين موقعكم أستاذ مرهون؟ موقعنا حاليا طبعا انتقلنا من نقرم انتقلنا إلى العديبة لعدم وجود مكان مخصص للجمعية بالإيجار طبعا. نعم. حتى الآن منذ طبعا إنشاء الجمعية منذ عام 1995 تأسست الجمعية حتى اليوم الجمعية ليس لديها مكان خاص للجمعية يعني سواء فقط للإيجار. طيب. نعم. طيب الآن يعني لديكم ورشة صغيرة قتلي لتصليح الأعطال؟ نعم نعم نعم، ورشة مصغرة جدا جدا. وطبعا حتى الورشة طبعا تحتاج إلى مثلا موظف فني أو عامل فني محترف عشان تصليح الكراسي المتحركة الكهربائية وأيضا الكراسي العادية، إنما احنا معنا أحد الأخوة المتطوعين من ذوي الإعاقة هو أيضا يقوم بإصلاح هذه الكراسي مثلا السواير أو مثلا الكوشن
والستات وكذا الحاجات البسيطة يعني. طيب نعم نتمنى من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة الصحة تقوم مثلا ببناء مثلا ورشة تصليح الكراسي المتحركة أو حتى أن تكون ورشة متنقلة بدل ما تكون مثلا في مسقط ورشة متنقلة مثل ما الحين سمعنا في المملكة العربية السعودية في ورشة متنقلة تجوب السعودية كاملة يعني في تجارب مجاور. طيب هل تواصلتم أنتم مع الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية اقترحتوا لهم يعني أنتم أقرب إلى إخواننا المعاقين واحتياجاتهم وأيضا ما تحتاجه هذه الكراسي المتحركة بصفة دورية، هل اقترحتوا لهم تصور معين؟ والله هو ما يحتاج إلى اقتراح يعني، هم أيضا كوزارة يعني عارفة الموضوع يعني توزع كراسي أيضا، وأكيد بين اليوم والثاني يجيهم اتصالات إنه في كراسي مثلا اختربت ونحتاج تصليحها. لكن احنا نعمل ان شاء الله ونعمل ان شاء الله فيها على حسب الامكانيات طبعا، اذا توفرت الجمعيه تقوم مثلا بانشاء مثل هذه الورشه ولكن في الوقت الحالي صعب جدا جدا يعني. نعم. طيب في حاله يعني تلف هذا الكرسي هل يعني هناك ايضا اليه لاستبداله سواء من قبلكم ولا بالتعاون مع وزاره التنميه الاجتماعيه؟ حسب امكانيات الجمعيه طبعا، احنا الحين نوزع الكراسي طبعا يعني نشتريهم من الشركة السامية الدولية اللي هي في روي متعاقدين مع هذه الشركة يعني تجيب لنا الكراسي يعني وبسعر يعني جيد جدا. فالكراسي اللي احنا ما ممكن نصلحها بامكانهم هم يعني الشركة ايضا يعني قالت الشيء انه يجيبوهم عندهم في ورشة عندهم في الشركة يقوم بإصلاح هذه الكراسي لكن الكراسي العادية أو الكراسي الكهربائية. لكن حاليا لا توجد ورشة أو معمل بمسمى معمل يتم فيه إصلاح أي عطال تلحق بهذه الكراسي التي يستخدمها المعاقين أو المعاقون. قصدك الجمعية يعني؟ إيه نتابع الجمعية. الجمعية لا والله حسب الإمكانيات. وزارة الإمكانيات عن ما نعم ولا الوزارة ولا الوزارة عندهم. لكن إحنا نتمنى أن تقوم أيضا وزارة الصحة. أتمنى وزارة الصحة طبعا تقوم يعني عندهم ورشة في مثلا اللي هي الأرقة الصناعية وغيره ورشة عندهم. نعم ورشة لإصلاح وإعداد أيضا الأطراف الصناعية. نتمنى تكون أيضا هذه الورشة مكملة للكراسي لأن كله يعني جهاز تعويضي. هو أستاذ مرهون هناك أيضا إشكالية أخرى يعني هناك ضغط كبير تعاني منه الورشة في ما يتعلق بالأطراف الصناعية وهذا موضوع تكلمنا ربما فيه في سابقا فأعتقد ما يعني ما نقدر نزيد بعد طين بلة وأنه أيضا يقوم في نفس تلك الورشة أو ذلك المعمل في إصلاح كراسي متحركة خاصة بالمعاقين لكن أعتقد أنه محتاجين من قبل الإخوان سواء في وزارة الصحة أو وزارة التنمية الاجتماعية في تبني ربما معمل هكذا يقوم بإصلاح هذه الكراسي لأنه فعلا يعني حسب الملاحظات التي ترد من الإخوان المعاقين المستخدمين لهذه الكراسي أنه عطالها مستمرة وتحتاج إلى صيانة دورية. طبعا هو شيء معروف طبعا مثل السيارة طبعا انت تطلع سيارة سنتين فشيء اكيد يعني انك راح تطلع السيارة. طيب الكرسي ايضا الكرسي المتحرك وايضا يحتاج الى فنيين وخبراء يعني مش اي شخص يجي يصلح الكرسي. نعم شكرا القطاع يعني تكلفتها غالية جدا الكرسي المتحركة. صحيح شكرا جزيلا لك الاخ مرهون بن بطي الغافري منسق مجلس إدارة الجمعية العمانية للمعاقين شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وإن شاء الله يعني هذا الحديث يكون واصل أيضا للإخوان اللي هم متابعينا وهم من رشح لنا الجمعية العمانية للمعاقين الإخوان في وزارة التنمية الاجتماعية في النظر في إمكانية وجود ورشة أو معمل لإصلاح الكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين. شكرا جزيلا أستاذ شكرا لك أستاذ مرهون بارك الله فيك أحسن.
إذا نتواصل معكم مستمعينا الكرام. تحية لكل من التحق للاستماع إلينا عبر المذياع، تحية لكل المتجهين أيضا إلى مختلف ولايات السلطنة. إجازة نهاية أسبوع نتمناها سعيدة لكم. نتواصل معكم في البث المباشر، لدينا حلقة عامة نتناول فيها مجموعة من الردود الواردة من مختلف الجهات. الآن معي عبر الهاتف الفاضل يعقوب بن عبد الله الصبحي، مدير مساعد دائرة التعيينات والتنقلات بالمديرية العامة لشؤون الإدارية. سيد يعقوب مرحب فيك معنا. يا هلا وسهلا الأخ خالد، مساءكم خير أخي. مساك الله بالنور وشكرا على وجودك معنا، كل التحية لك. طبعا أكيد يعني أبلغناكم عن الملاحظة الواردة من قبل الأخت زينب البلوشية، أكيد تابعتوا موضوعها. 16 عاما تعمل بالأجر اليومي في وزارة التربية والتعليم، لم تحصل على التوظيف والتعيين الثابت حتى الآن، ماذا تقول أستاذ يعقوب؟ والله حقيقة بداية الأخ خالد تهز فرصة واشترك يا أخي وإنت وفقهم برنامج على الجهود اللي تقوموا بها من أجل توصيل رسائل المواطن ومتابعة جات معنية، ونتمنى أن اليوم في حديثنا هذا نوضح ما أشارت إليه الأخت زينب، وكذلك نشكرها بالفعل على ما أثارته من جانب موضوع اللي هو عدم إلحاقها بالتعيين، وحاليا هي فعلا متعاقد معها في وزارة التربية والتعليم بمسمى عامل من 98 حقيقة انه تعرف ايش المسمى استاذ يعقوب؟ عام النظافة. نعم طيب، انت حقيقة كما يمكن تعلم هذا الجانب او عندك خلفية عنه، انه فعلا بعض الوظائف خاصة مثل هذه الوظائف تم او وزارة التربية تم دعوة تنشيط القطاع الخاص في هذا المجال من الخدمي، وفعلا بالفعل لكون انه القطاع الخاص شكل افضل وتجويد للخدمه هذه على ضوء تم طبعا اسناد لهم يعني عمليه النظافه. نعم. في المدارس اسندت الى شركات. نعم ولكن حقيقه الاخت هذا يجب ان اوضح هذا الجانب، انه فعلا ما كان في حاجه في تلك المدرسة أو بالمحافظة، كونه فعلا كان مسند الموضوع لشركة، إلا أنها لما تقدمت بطلبها الوزارة ما ترددت أن تراعي ظروفها اللي تقدمت فيها، وقامت بالأمانة يعني بالاستجابة لطلبها، وقامت بالتعاقد معها بالأجر. هذا مؤخرا صحيح، يعني هي من 96 تعمل بالأجر، متى بدأت عملية تطبيق؟ هي فعلا بدأت العمل، بدأت بالأجر. أي بثمان قصدي، متى بدأ العمل في إسناد موضوع النظافة إلى شركات؟ والله يعني ومن فترة طويلة، لكنه ما يحضرني التاريخ الفعلي لإسناد العمل هذا للشركات، ولكن من وقته يعني من بدء ما هي تقدمت بالطلب، وكانت فعلا في هذاك الوقت الوزارة متوجهة للتوجه لخصص الجانب هذا. وكذلك الأخ خالد أود أن أوضح نقطة مهمة، إن فعلا هي ما تفضلت فيه الأخت، إن فعلا إنه أنا الشركات أو العاملين من الشركات في نفس القطاع أو في نفس الوظيفة رواتبهم أعلى وميزاتهم أفضل عني، وحقيقة أنا بعد تواصلنا اليوم مع المعنيين في المحافظة التعليمية أفادونا إن فعلا عرضوا عليها الأخ خالد الوظيفة هذه إنها تلتحق بالشركة، ووافقوا يعني على التحاقها وبراتب أفضل وكذلك مسار وظيفي واضح لديها يعني، لكن هي فعلا ترددت ما وافقت يعني تنتقل العمل للشركة وتظل في نفس المدرسة. بالضبط. طيب وأضيف تفضل أخ خالد. طيب يعني نحن أستاذ يعقوب نستأذنك معنا الأخت زينب على الهواء مباشرة الآن عبر الهاتف للتداخل. نعم. معنا وحتى تكون أيضا الصورة واضحة. الأخت زينب مرحبا فيك معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ خالد؟ الحمد لله، الله يعطيك الصحة والعافية، مرحبا فيك. تفضل أستاذ خالد. الله يفضل عليك. طبعا زينب أنت من 98 تعملي في هذه المدرسة. نعم. في مجال النظافة كعاملة نظافة أيضا. أيوة. بعد ذلك أسندت عملية التنظيف لشركة. الآن أستاذ يعقوب يقول أنه تم عرض عليك أن تعملي في نفس المدرسة، لكن أن تكوني يعني تتبعي الشركة التي تقوم بعملية النظافة في المدرسة، لكنك ترددتي في هذا، يعني إيش قول؟ أقول لك أستاذ خالد، يعني هل واحد داش العمل من 98 بالأجر اليومي واليوم ينقل إلى شركة؟ واضح. هل يرضيهم هم؟ هل يرضيكم أنتو؟ هل يرضي الحكومة؟ إني سالي من 98 لين اليوم 16 سنة
وأنا اليوم ناقلوني شركة، الشركة لا حقوق ولا تقاعد ولا اجازات ولا شيء، هم يرضيهم كذي من بعد كذي انا ما تبهدلت. هو معلي استاذ يعقوب اسمح لي، يعني خلينا نستوضح اكثر من الاخت زينب. الاخت زينب بنتي من 98 من 98 انا بالعقل يومي استاذ خالد، وانا ولا يوم ودرت عملي حتى لو كان مريضه كان عندي اولاد معاقين اثنين. الله يحفظهم والله اودرهم حيله والدتي، الله يعلم ما تربيتهم صارت معي عشان الدواجب العمل. طيب يعني من بعد كذي بدهم ينقلوني عشان شركة انا ما اقبل بالصراحة. من 98 كنت طالبة بالتعيين الان انا 98 داش العمل، لكن 2002 انا طالبة كل الوزارات خاطبتن بكل الرسائل وسويت رسالة هالخدمة المدنية للوزير، وبعد ما سوى لي سويت قابلت عنده بروحي وكلمته وعطيت الرسالة بيده وتكلمت مع أستاذ خالد 2012 وخاطبهم وقالوا نأكلف إن شاء الله إن زينب بتكون من ضمن العاملات المدرسة حكومة. يعني نأكلف خلاص من ضمن الموضوع يعتبر إنه يكون ماشي. ولين ولين هذا اليوم أنت ما زلتي تعملي بالأجر اليوم. اليوم واتصلت بعد مع أستاذ هلال الهلالي على الحجري العام في شهر صفر وكلمهم وقالوا قولوا لو ماسك الموضوع ما حد طالع يعني مسافر طالع دورة. طيب 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 زين، عندنا معنا الأستاذ يعقوب وهو مدير مساعد دائرة التعيينات والتنقلات بالمديرية العامة للشؤون الإدارية. طيب أستاذ يعقوب، ألا يمكن النظر إلى هذه الحالة؟ يعني المرأة خدمت هذه المدرسة وخدمت نقول الوزارة لهذه السنين كلها، الآن نحيلها إلى الشركة، ونحن نعلم أيضا مهما كان العمل في القطاع الخاص أيضا له تحدياته وليس وأيضا المرأة يعني طبيعتها مختلفة. استمعت أنت إليها والأخ خالد، أنا ما وسعني الوقت في تكملة حديث السابق، ولكن حقيقة الوزارة تهجد فعلا نظرت لموضوعهم وبثت في فورا يعني بأخذ أو بحصر هذه الحالات جميعها. نعم. بعد التنسيق مع المحافظات التعليمية وعلى ضوء ذلك للتعليمات معالي الدكتورة الوزيرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتعيينهم فعلا وتثبيتهم على الوظائف اللي قائمين فيها. نعم. وأكد لك أن هذا الكلام تم ولله الحمد وجار التنسيق مع هذه الجهات سواء وزارات المعنية وزارة المالية وزارة الخدمة المدنية. هذا الموضوع هذا متى كان؟ هذا من العام 2014 الماضي، يعني احنا الحين دخلنا في شهر 2 للعام هذا، ولكن مدة كانت يعني ما نقول بالقصيرة، ولكن في تنسيق ومتابعة مع هذه الجهات للقرار النهائي الختامي في هذا الشأن. واسم الأخت زينب بنت محمد بن سلمة البلوشي أنا أنظر له حتى أمام الحين في الكشوفات الموجودة معنا والحصر اللي تم فعلا توصيله لهذه الجهات. طيب ما هي ما هي التوصية الآن الموجودة لديك؟ التوصية لخالد بتعيينهم على حسب الشوارع اللي ممكن إنه الجهات هذه توفرها لوزارة التربية، ومطالبة وزارة التربية يعلم الله هذا الكلام أقوله لست لأني موظف في وزارة التربية، ولكن معالي الدكتورة مهتمة اهتمام مباشر في هذا الجانب إنه يتم توظيفهم بعد أخذ موافقات هذه الجهات. هو يعني أستاذ يعقوب ترى الأخت زينب الآن معانا وتقول إنه يعني حتى نحن يعني سيرتها في البث المباشر طويلة وجزاها الله خير في البرنامج صار لها سنين تتصل فيه في البرنامج، وهناك وعود سابقة إلى يومك الآن. نحن أيضا نستمع إليك أستاذ يعقوب جزاك الله خير. الآن تقول أنت أنه هناك في توصيات بتعيينهم وأيضا نظر في الشواغر والدرجات المتوفرة في وظائفهم في مؤسسات اللي هم موجود فيها الحين، لكن الآن معانا الأخت زينب، إيش تقول لها أستاذ يعقوب؟ معلي نسمع الأخت. أنا أقول لها إن شاء الله تعالى تفاءلي بالخير من معالي الدكتورة الوزيرة في وزارة التربية إلى الموظف الصغير دائما ما يقفون في صفكم لكل ما يخدم هذا الوطن. والتعيين طبعا حقوق من حقوقكم، أنتم تطالبوا بحقكم وليس حق ومشروع، يعلم الله إنه إذا الوزارة بعد موافقة هذه الجهات وإحنا نطالب هذه الجهات بهذا اللقاء بالبث المباشر على إنه يكون ردود إيجابية ونتمنى ذلك، وإن شاء الله يتم تعيينهم. هم في النهاية أخواننا يا أخ خالد وليسوا بعيدين طبعًا عنا طبعًا طبعًا. ويعلم الله إنه وزارة التربية نجلت مع مطلب الأخت وظروفها اللي هي تفضلت بها. وأضيف شيء إنه الوحيدة من شمال الباطنة اللي هي تم الأخذ فيها بالأجر اليومي للعمل بالوظيفة هذه. هذه دلالة واضحة إن وزارة التربية طيب. ما ترددت في إنها تقبل طيب طلبها وإنها تعينها. طيب كذلك الشركة كذلك ما ترددت إنه هي تلتحق بالشركة وتواصلت ونستفد مع الشركة العاملة في هذا الجانب. طيب أستاذ يعقوب، هل ممكن أن نضع كذا يعني جدول زمني أو شيء قريب؟ يعني نتكلم الآن، أنت خبرتنا هناك كانت تعليمات من 2014 الآن نحن في شهر فبراير 2015،
هل في شيء قريب يعني يمكن الأخت زينب يا خالد اللي أتمنى أنا من الأخت زينب إن أنا مكتبي مفتوح وعلى اطلاع بجميع المخاطبات وبجميع التنسيقات مع الجهات المختصة، أما أحدد وقت تعرف أن الجهات خارجة عن الوزارة ولها طبعا آلياتها في العمل وأنظمتها، صحيح. فما تقدر وزارة التربية أن تحدد وقت محدد على ضوء الإجراءات اللي تتخذها. طيب الأخت زينب الآن سمعتي الأستاذ يعقوب ويقول أنه اسمك موجود من ضمن الكشوفات المرشحة للتعيين. نعم اسمع أستاذ خالد عطني شوية مجال عشان أتكلم معك الله يخليك. تفضلي. أنا رحت هناك مئيات الوزير معنا المدرسة وعطيت المستندات كلهم في يده وكلمتها عن كل الظروف، نعم. وبعدين مشيت وتابعت الموضوع وقالوا أن الوزير كلهم أشرت بالأسامي اللي هم بالعقل اليومي وارتلتهم لخدمة المدنية، ردت خدمة المدنية أو أن إذا كان واحد عمر 60 أو ياخذ تقاعد ما ترسمه. أنا رديت عليهم قلت لهم أنا عمري 48 وأنا ما أخذ تقاعد، وبعدين ردوا والرد قالوا أن الأسامي وأن خلهم في الشركة ويوم وان الحكومه تطلب من موظفين عمال يعني كان وان يعني يكون نسوي الاوليه، هل يخلون احنا لان الحكومه تطلب عمال؟ طيب هذا الكلام كان متى كان عمال يا استاذ ما طلبت حكومه عمال؟ طيب الاخت زينب بس عشان نخرج بفائده، الاخت زينب متى كان اخر رد بموضوع انكم تلتحقوا بالشركه؟ هم يعني عشان يبوني بالشركه؟ اي متى كان هذا الرد الاخير؟ يعني السنه القادمه الحين عاد احتمال سنه بعد من الدراسه ما بندي كانت مبندت وفتحت مره ثانيه. انزين الان الاخ يعقوب يعني من خدمه مدنيه هاي من ديري يتصلوا بي. طيب زين الاخ يعقوب الان وهو مساعد دائره يعني التعيينات والتنقلات بالمديريه العامه للشؤون الاداريه يؤكد لك انه اسمك من ضمن القائمه وانه فعلا هناك محاولات مع الجهات المعنيه بالتعيين لتوفير درجات لتعيينكم ان شاء الله خلال الفترة القادمة. طلبنا منا موعد محدد، قال يعني ما بيدنا نحدد موعد محدد، لكن بإمكانك أيضا أنك تتواصلي مع الأخ يعقوب بحيث أنه هو المعني في هذا الموضوع. زين حاولي يا سعد خالد، أنا سامعت أن كلامه من زمان، أنا يوم رحت مدنية قالوا لي اسمك مضم الإسامي ومكتوب لك من 10 سنوات، أنا قلت لهم 15 سنة، قالوا مكتوب لك من 10، قلت ما مشكلة برأيي أنا أريدهم من 10، ولكن يا أستاذ خالد هم يتكلمون بس ما شبعد. أنا عاد من تعرف 16 سنة وأنا راكب المكان في الوزارات، ليش فادوني بشيء هم من بعد 15 سنة وأني أنتقل بطريقة عن معقول؟ طيب أستاذ يعقوب يعني نستمع إلى كلام الأخت زينب، كلمة أخيرة أنا أريد منك كلمة أخيرة لأنه ما أريد نطول كثير في الموضوع. والله إحنا حقيقة بادلين قصارى الجهد وكما سبقت وتفضلت وتكلمت في هذا الموضوع وإن شاء الله تعالى متابعين الجهات المختصة بما نتمنى من صالحهم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب ممكن الأخت زينب تزورك أستاذ يعقوب هناك في المديرية وأيضا عسان تخرج وهي مقتنعة أيضا. مكتبي مفتوح في أي وقت يا الأخ خالد وفي أي لحظة تريد. نعم. الأخت زينب نحن نطلب منك أنه إذا عندك أيضا استفسار أكبر أنك تروحي أيضا للأستاذ يعقوب وهو مثل ما وعدنا الآن بأن مكتبه مفتوح وأيضا كل ما ممكن وين هو يعني داوم؟ هو مساعد مدير دائرة التعيينات والتنقلات مديرية العامة للشؤون الإدارية في مسقط أستاذ يعقوب. نعم نعم في مديرية العامة للوزارة وزارة التربية والتعليم بالضبط أستاذ يعقوب مديرية العامة. نعم يعني وزارة التربية والتعليم. اي نعم. نعم في قالت ترى ما بيسوي لي كان على الله وعلى منهم لكذي هم يتكلم صح على عيني وراسي كلام ما علي تو يسمعني هذا هو استاذ يعقوب على عيني وراسي وانا راضي بكلامه وكلام غيره، لكن انا اريد على فعل الكلام دي ما اريد كلام بس يعني نوع ان الانسان يسكتونه ويخلونه ساكت وبعدين يراجع حال عمله ويقول والله احنا ما نقدر والله احنا ما في يدي. جزاك انا لقيته ورحت عليه الموضوع. نعم والاخ خالد شكرا لاخت زينب بارك الله فيك جزاك الله خير. احسنت يا اخت زينب احسنت شكرا. استاذ يعقوب تفضل. هو الاخ خالد حقيقه يعني انه كانت وزاره التربيه ما تسعى في هذا الجانب او ما سعت بالفعل. انا اقول يمكن لدي الحق لانه هي عامله بالاجر اليومي ولها الحق في التوظيف مثلها هو نحن طبعا في منافسه تعرف انت في التوظيف من قطاع وزاره الخدمه المدنيه وانظمه هناك واسس، ولكن طبعا على الوزاره تكون باللي تستطيع. هو استاذ يعقوب نحن الاخوان نحن ما ممكن ايضا ناخذ على الاخت زينب لانه من يعني يضع نفسه في موضعها يعني 16 سنة وأنت بالضبط. تنتظر الوظيفة ترى من حولك زملائك توظفوا وهي لم تتعين حتى الآن ولديها أيضا مسؤوليات وتحدثت عن ظروف اجتماعية وبالتالي نحن نتقبل وهذا أيضا واجبنا وأيضا واجبكم أكيد أستاذ يعقوب. متقبلين نعم متقبلين يا أخ خالد في أي وقت يا أخي. شكرا جزيلا. مستعدين
اللي نستطيع عليه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ يعقوب. تسلم لاخ خالد وشاكرين لكم يا اخ مره ثانيه، واشكرهم طاقم البرنامج على الفرصه هذه، وجزاكم الله الف خير. الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك استاذ يعقوب بن عبد الله الصبحي، مدير مساعد دائره التعيينات والتنقلات بالمديريه العامه للشؤون الاداريه، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في البث المباشر، نحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة العامة التي نستقبل فيها عدد من الردود من الجهات المعنية. كل تحية لمن انضم لمتابعتنا في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات. الآن معي الفاضل مهند بن محمد باحجاج، نائب مدير العلاقات العامة للطيران العماني. أستاذ مهند مرحبا فيك معنا. مرحبا أستاذ خالد، وتحياتي لك ولجميع المستمعين. أهلا بك أستاذ مهند، شكرا على وجودكم معنا وهذا التجاوب السريع مع البرنامج. أكيد حالة الأخ إبراهيم الحراسي، إخ إبراهيم، نعم نحن نتكلم عن حالة ربما وأيضا نتطرق منها إلى إجراءات عامة تهمنا كثيرا، يعني الإنسان عندما يسافر قد يتعرض لمثل هذه الظروف، وبالتالي نريد أن نتعرف من خلالكم على ما هي الإجراءات المتبعة من قبل الإخوان في الطيران العماني. فأهلا بك أستاذ مهند. حياك الله. حالة الأستاذ إبراهيم، هو يتحدث أنه سافر عبر الطيران العماني تاريخ 31 ديسمبر 2014 إلى مكة المكرمة، وقت الإقلاع كان عند الساعة 3 ظهرا والوصول عند 55 دقيقة ربما إلى جدة. انتظر حتى الساعة 10 ليلا، كان ينتظر وصول الحقائب، ربما حدث هناك خطأ في وصول الحقائب لأنه أعتقد كان هناك في محطة ترانزيت في الدوحة. طيب في رحلة الرجوع أيضا كان هناك توقيت الإقلاع عند الساعة 6 وحضر إلى المطار عند الساعة 5، فوجئ بأنه يعني أنه ضمن قائمة المسافرين في هذه الرحلة. يتساءل هنا كيف ذلك وقد أكد حجزه في الرحلة. لا أعلم ما هي الأسباب، ربما سنواصل ما طرحه هنا، لكن نستمع إليك أستاذ مهند، وأكيد أنتم اطلعتوا على الحالة أيضا. أستاذ خالد، أولا شكرا على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا في الطيران العماني من أجل إيضاح الكثير من المعلومات عن هذه عن الشكوى التي تقدم بها الأستاذ إبراهيم، وهو من حقه طبعا يتقدم بمثل هذه المعلومات إلى الإذاعة.
بس أستاذ فاضل حبيت أن نحيطك علما أولا أن الأستاذ إبراهيم تفضل مشكورا بتقديم رسالة إلى المسؤولين في الطيران العماني شرح فيها كل المعلومات المختصة والمتعلقة بتجربة سفره على رحلة مسقط جدة ومجدة مسقط. أولا أستاذ فاضل نريد أن نحيطكم علما بأن الطيران العماني لا يلو جهدا دائما في تقديم أفضل خدمات لمسافريه ويسعى دائما إلى تطوير خدماته ومن أجل أن يكون المسافر يتمتع برحلة ممتعة معه. نعم جزاك الله. الأستاذ إبراهيم طبعا هو وصل للمطار جدة وللأسف لسبب أو الآخر لم يتم وصول الحقائب في الوقت المحدد لها. لكن الحمد لله شباب طيران عماني على طول اتخذوا الإجراءات المتبعة في مثل هذه الإجراءات وتم التخاطب مع المحطة اللي هي المغادرة وتم إرسال الحقائب والمتعة في أقرب فرصة في أقرب رحلة كانت قادمة إلى جدة. يعني تأخرت تقريبا 4 ساعات، هو وصل تقريبا 55 دقيقة إلى مطار جدة، الحقائب وصلت في حدود 10:50. طيب. أستاذ فاضل هو لسمك الحقائب وصلت في الوقت في نفس الرحلة مع الأستاذ إبراهيم بس للأسف طول عمر فيه صار سوء مناولة في مطار لمطار جدة ولذلك لسمك تم تحويل الشنط في مكان آخر خطأ يعني وطبعا نحن لسمك في عندنا إجراءات متبعة نسعى فيها لسمك أن نتأكد من الحقيبة أولا أي وين موجودة ومن ثم الطريقة السهلة والأسرع الى وصول ايصالها الى المسافر المعين. نعم. طيب هل تحدث هذا، هل يحدث بشكل يعني دوري، هل تحدث هذه الحالات، حالات انه الحقائب ربما بالشكل خطا ما تصل الى محطه استلام الحقائب؟ طول عمر هذه اسمش الاليه هي متبعه في كل مطارات العالم وهي متبعه لسلمك في كيفيه وصول الامتعه من النقطه الف الى النقطه باء. في بعض الأحيان تصير لسمك بعض الأخطاء اللي هي تكون خارجة عن إرادة المزود الرحلة اللي هو سواء في المطارات العمانية أو المطارات الخارجية وهذه هي حالة عالمية معروفة. نعم. طيب كيف عادة الإجراءات المتبعة، يعني أن ينتظر المسافر 4-5 ساعات انتظار الحقائب، أيضا هذا أكيد وقته وأكيد وقت الناس لا يقدر بثمن، يعني مرتبطين أكيد مسافرين لأجل أعمال ومسافرين من أجل يعني خدمات أخرى، هل هناك آلية ربما لتعويض على الأقل هؤلاء المسافرين عن هذا ما يلحق بهم من ضرر في هذا الجانب؟ أستاذ خالد على سمك هو الإجراء المتبع إن في أي شخص لم يتم الحصول على الأمتعة ماله يتوجه إلى في مكتب خاص في كل مطارات يكون هذا المكتب المختص هو تابع للمطار أو الشركة التي تدير المطار مناولة الطائرة ومن ثم لسلمك يتم إبلاغ الموظف بالشركة المعنية واللي هو في هذه الحالة هو موظف الطيران العماني وطبعا طول عمر الموظف اللي في المطار جدة حاول أو سعى جاهدا أن يتأكد هل الشنطة موجودة في الله يسلمك في المطار جدة ولا لا أو هل هي ما زالت موجودة في مسقط لم يتم شحنها وطبعا تعرف طول عمر الإجراءات أنك تروح تشيك خاصة تعرف طول عمر أن المطارات دائما تكون زحمة لكن ما في شيء يتعلق بتعويض المسافر في حالة تأخر حقائبه في الوصول ما في طول عمر نحن طبعا كطيران عماني وكشركة طيران عالمية طبعا في هناك أسس معينة نمشي عليها وفي هناك الله يسلمك أستاذ الفاضل غرامات أو تعويضات معينة تتم فرضها على أي شركة طيران سواء طيران عماني أو شركة طيران أخرى وطبعا الأستاذ الفاضل في أي حالة تواجد فيها يعني لسمك فيها تعويض يتم يبحث بس لكن طبعا الأهمية في مكان هي أولا إيجاد الأمتعة وإرسالها إلى المسافر في أقرب فرصة ممكنة طيب في حالة عدم وجود الأمتعة طبعا يتم تعويضه مبالغ معينة تكون أوردي الله يسلمك تكون خلاص أوردي معتمدة من الاتحاد الدولي للنقل وهي معروفة دوليا سيدي فاضل. طيب هذا الشق من ملاحظة الأستاذ إبراهيم الحراسي، الشق الآخر هو عند الرجوع كان هناك أيضا إشكالية، يعني ما أدري هذه الرحلة إبراهيم شكله يعني تعب فيها كثير. إحنا هذه لسمك يعني ما كنا نتمنى الأستاذ إبراهيم يخوض هذه التجربة لسمك مع الطيران العماني. لكن هذا حدث. نعم. هذا للأسف طول عمر. حدث. خارج عن إرادتنا طبعا. عشان بس نكون واضحين مع المستمعين لكل ما يستمع لنا، هو وصل المطار عند 5:00 على أساس إنه رحلته 6:00، يقول
بيقول انه يعني ابلغوا انه لا الرحله هذه ما فيها اماكن فارغه وانه اسمك ما موجود من ضمن القائمه، فهو يتساءل كيف ما موجود اسمي وانا مؤكد الحجز ومؤكد اذا المغادره في هذه الرحله. يعني جلس في المطار تقريبا 10 ساعات لانتظار للرحله اللي بعدها دون اي اجراء من قبل الطيران العماني. هل هذا يعقل استاذ مهند؟ استاذي فاضل، اولا بس حيفك علم من طول عمر ان بالفعل كان في عندنا اشكاليه ان عدد المقاعد المحجوزه في الرحله هذه كانت اكثر من السعه المتوفره، وهذا رسمك عرف متعارف فيه في كل شركات الطيران العالمية لضمان رسمك أن الطائرة تكون تأخذ أكثر تكون ممتلئة العدد عند البداية الرحلة. هذا معلوم طبعا، لكن أنا أقصد ألم يؤكد حجزه الأخ إبراهيم؟ لا سادي فاضل، في مجال الطيران في الحجوزات أكثر شركات الطيران طول العمر أنها تعطي رسمك هامش عدد معين يكون رسمك أكثر من الاستيعابية للرحلة من أجل ضمان أن الطيارة تكون تمشي في الخط هذا في ممتلئة المسافرين. وكما تعرف طول عمر أن في كثير من المسافرين يكون عندهم حجوزات وما يجي المطار في سبب أو آخر. لكن في حالة الأستاذ إبراهيم بالفعل طول عمر هو يجي المطار، بس لكن مش مثل الوقت اللي يتكلم فيه، إنما ما معقول أن يجي قبل ساعة ونص وما حصل. يعني هذه نقطة مهمة أستاذ مهند، يعني معقولة أنا أحجز في الطيران ويعني مثلا نقول أنه نحن في هذه الرحلة الطائرة تستوعب مثلا 200 مسافر، تفتح للتسجيل لأكثر من 200 مسافر بحيث أنه يكون القائمة عندكم أكثر من 200 مسافر، وبعد ذلك من يلحق ولا كيف؟ لا أستاذي فاضل ذات العمر، بس لسنك شفت العمر نحن لسنك طبعا قبل ما نحط نفعل لهذه الحجوزات الزيادة، طبعا احنا لازم نتأكد كشركة طيران نتأكد على عدد المسافرين اللي يسافروا فيها بشكل يومي او بشكل مرحلي في نفس المواسم. حتى كده طول عمر مثلا على سبيل المثال مواسم الحج ومواسم هذه الاشياء كلها على رحلة جدة نادر جدا يكون رحلة اوفر بوكس، لان احنا عارفين الناس بيروحوا في نفس الموعد بيرجعوا في نفس الموعد. نعم لكن طول عمر يعني لو سمك في رحلات شركات طيران بشكل عام كامل تجي نسبة لو سمك عدد المسافرين اللي تخلفوا عن السفر على الرحلة كثير جدا طول عمر. طبعا هذه المشكله تكون هي مشكله يسببها اول واخير المسافر، لانه لو سمك هو حاجز عنده مقعد مؤكد لكن ما يحضر المطار. لكن طول عمر نحن ما نتكلم هذا الموضوع، بس لكن طبعا نحن في حاله وجود هذه الاشكاليه الطيران العماني كحال اي شركه طيران عالميه اخرى ملزم انه يوجد اول رحله قريبه جدا للمسافر في اقرب فرصه ممكنه، اضافه الى تعويض مالي. نعم. وهذا اللي حصل مع الاستاذ ابراهيم وعائلته الكريمه طول عمر. لكن ما اعتقد يعني ما اعرف يعني هل انت مقتنع استاذ مهند بهذا الحل بحيث انه عشان نضمن انه يعني عدد المسافرين في كل رحله يكون هو العدد المطلوب في الطائره، يعني نفتح المجال للتسجيل في هذه الرحله لاكثر من شخص اعتقادا بانه بعضهم ما راح يجوا وبالتالي سيدخل هذا العدد اللي يعني الاضافي من ضمن طاقم الرحله، يعني وتحدث احيانا انه ياتي الجميع وبالتالي تحدث هذه الاشكاليه. استاذ خالد لو سمحت قلت تحدث احيانا. طيب لو حد هي عندما كم عدد الأسلمك المسافرين اللي يجيوا المطار وما يحصلوا مقاعد؟ حصل الأستاذ عزيز أن النسبة جدا قليلة جدا قد لا تذكر. لكن هي كفرن عماني طول عمر أهم حاجة عندنا نخدم المسافر ونعطيه أفضل خدمة كمان. لا ما حد يشك في ذلك. ما بنرضى لأسلمك أن نحن لأسلمك نقدم خدمة لا تكون عند طموح ومستوى التي يطمح إليها المسافر العزيز. نعم لا نحن لا نشك في ذلك أستاذ مهند، لكن عندما تحدث هي حتى لو حدثت مرة واحدة لأن حدثت عند الأستاذ إبراهيم، يعني كمية العبء وكمية التعب الذي سيتحمله 10 ساعات ينتظر في المطار للرحلة القادمة وهو يعني اتخذ كل إجراءات حجز في الموعد المحدد وأيضا حدد له تاريخ المغادرة وجاء للمطار، ثم بعد ذلك يقال أن الرحلة ممتلئة وبالتالي عليك الانتظار للرحلة القادمة. ما أدري يعني أستاذي فاضل، أولا كقوانين طيران في هناك ساعات معينة إن لسمك إذا مثلا المسافر هذا لم يتم لسمك توفير خدمة أو رحلة مسافر رحلة في على سواء على طيران العماني أو على أي طيران آخر إلى الوجهة التي المقصودة فهنا يتم لازم تعويضه على سمك كفندق. بس لكن ساعات اللي على سمك اللي الانتظار اللي بتكون في المطار بين رحلة طيران عماني التي لم يحصل عليها الأستاذ إبراهيم مقعد فيها ورحلة أخرى
له خدمة فندق. طيب. في مثل بعض الشركات إنه طبعًا قرن عماني أو أي شركة قرن تقدم له لسمك فخدمة الفندق ويكون مرتاح طول العمر. طيب هل هناك يعني مدة زمنية هي التي يحدث فيها التعويض أو مثلًا توفير غرف فندقية ربما للانتظار للرحلة القادمة؟ التعويض يا أستاذي فاضل بمجرد أن المسافر لم عنده حجز مؤكد ولم يستطع السفر على الرحلة المحددة فيتم تعويضه لسلمك ب $200 لكل مسافر. وهذا عرف دولي متعارف عليه ونحن طول عفوا $400 ونحن طبعا طول عمر عطينا المسافرين هم كانوا عائلة طبعا أستاذ إبراهيم وطبعا كل واحد $400. لكن الأخ إبراهيم الآن حسب ما ذكر لنا بالفعل في تواصله معنا أنه لم يتم تعويضه حتى الآن، استلم صح يعني أوراق ومن قبل هناك الإخوان في مطار جدة، عندما جاء إلى هنا قالوا له أنه هذا الإيصال غير فعال للدفع وبالتالي لم يقبلوا. لا عفوا استاذ فاضل مثل ما تفضلت طول عمر بدايه حديثنا نحن الاستاذ ابراهيم تقدم بشكوى رسميه لطيران عماني اللي هي للدائره المختصه بخدمات العملاء وبالفعل طول عمر نحن بحثنا في الموضوع هذا كامل وتم التواصل مع الجهات المختصه بمطار طيران عماني بمطار جده وكذلك بمطار مسقط الاداره هنا لنتاكد ان سمك الاستاذ ابراهيم حصل تعويض المقترض. وبالفعل طول عمر انا عندي ما يثبت ان سمك الاستاذ ابراهيم اوريدي استلم المبلغ اللي عنده اللي هو ممنوع فيه كتعويض طول عمر. يعني انت الان استاذ مهند تؤكد انه ابراهيم استلم التعويض اللي هو المقدر ب $400 لكل فرد كان مسجل في هذه الرحله ولم يعني يلحق بالرحله. اي نعم طول عمر هذا على سمك عندي حاجه اثباتيه قدام الحين عند القسم ومن ضمن الملف حتى يا استاذ الفاضل علمك الخاص استاذ الفاضل تواصلوا مع الموظفين في المكتب بعد مع او الخبر عنكم في الاذاعه تواصلنا معه شخصيا وتم تاكيد ان الاشخاص قد تم تواصل معه من الدائره من عندنا وبالفعل كان مرتاح وحتى هو قال انا صراحه يعني كانت له حركة جميلة جدا من الموظفين انه يتصلوا بالتليفون مره ثانيه يتاكدوا منه هو انه خلص الموضوع تم إنهاء الموضوع بشكل عام كامل يا سيدي. نعم هو عادة التعويض يتم هناك في المطار اللي يعني لم يلحق فيه بالرحلة ولا يتم الدفع لاحقا عندما يعود إلى وطنه؟ أستاذي فاضل هو عادة سمك مبلغ يكون من عند المحطة الرئيسية. نعم. نعم طبعا الأستاذ فاضل هنا يعني في السلطنة جدة إلى مسقط طبعا المحطة الرئيسية هي مسقط مركز عمليات طيران عماني هو مسقط وتم لتمكن مع الجار المالية في مسقط صرف المبلغ هذا. نعم طيب تسمح لي استاذ مهند معنا عبر الهاتف الاستاذ ابراهيم الحراسي. ابراهيم مرحبا فيك معنا. ابراهيم الحراسي معي؟ ابراهيم راح نتواصل معه لاحقا. طيب يعني ربما نحن اكيد استاذ مهند حريصين على انه يعني تصل هكذا رسالتكم بانه فعلا عندما تاتي ملاحظه من قبل احد المستفيدين المستخدمين للطيران العماني وهو الطيران الناقل الوطني لدينا هنا في السلطنه اكيد انتم حريصين على أن تكون سمعة الشركة وأيضا أن تكون الخدمات المقدمة للمسافرين بالشكل المطلوب وبالتالي نحن هنا عندما نأخذ حالة إبراهيم الحراسي فإننا نحوظها كنموذج أيضا لربما نتعرف من خلاله على إجراءاتكم أيضا على الإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي قد تحدث مع أي مسافر. معك أستاذي فاضل وأنا أستاذي حبيت أؤكد على تمام إن نحن وصلنا طيران عماني حريصين جدا على استماع إلى أي شكوى من على أي خدمة خدماتنا من أجل سمك إن تطوير خدماتنا وتأكد إن سمك المشكلة. طيب إبراهيم الحراس الآن معنا. إبراهيم مرحبا فيك معنا. يا مرحبا ويا هلا أخي. حياك الله إبراهيم. استلمت التعويض ولا بعدك؟ نعم استلمته أول أمس. نعم جزاك الله. متى متصل في البرنامج؟ متصل في البرنامج والله تقريبا قبل يومين قبل عام. نعم جزاك. انا تسلم التعويض. طيب عندك اي ملاحظه؟ لان معنا الاخ مهند بن محمد بحجاج نائب مدير العلاقات العامه للطيران العماني الان عبر الهاتف وجزاه الله خير في لايضاح كل الملابسات حول هذا الموضوع. استاذ خالد والله حقيقه هو جزاه الله الف خير مشكور ومشكورين على التواصل حقيقه. اتصلت حتى في امس احد الاخوات الفاضلات بالنا
قسم العملاء نفس الشيء بخصوص هذا الموضوع. الموضوع أنا خلاص أعتبره انتهى، لكن حقيقة أخي الطيب أنا مشيت على هذا الموضوع شهر من تاريخ 8 ولحد تاريخ اللي هو أول أمس، تاريخ 8 يناير يناير نعم، يعني بما يقارب شهر. نعم. المشكلة ما فيهم أخي الطيب، مشكلة ما فيهم عندهم قسم اللي هو قسم الشكاوى العملاء. قسم الشكاوى العملاء أنا رحت عندهم وسلمتهم الشكوى مالي اللي هي عبارة عن شكوى ورقية وسلمتهم إياه، وانتظرت تقريبا لحد يعني لحد نهاية الشهر ما حد رد علي. اتصلت مع السيد أحمد الفارسي فقال لي أخي الطيب الموضوع صاحب الشان، إحنا نرسل له القضية في جدة كوبي إيميل 3 مرات وما يعطينا أي ملابسات بخصوص القضية. نعم الآن يعني عسان لن نطول الموضوع، شكرا لك أخي إبراهيم، الآن استلمت التعويض وإن شاء الله نتمنى لك رحلات موفقة في المرات القادمة بإذن الله تعالى، وتقبل الله طاعتكم إن شاء الله. حقيقة بس ملاحظة بسيطة أخي إذا سمحت. تفضل. الملاحظة بسيطة حقيقة، هو أسلوب معاملة الموظفين معهم في الطيران العماني حقيقة. يعني أسلوب ياريت له هذا الجماعة يسقلوهم ويعلمهم كيف أسلوب معاملة مع العملاء حقيقة فقط. إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك أخي إبراهيم. أحسن تبارك الله فيكم. نشكركم أخي مهند على أيضا التفاعل مع الملاحظة وتواصل البرنامج. ماذا تقول في خلال دقيقتين أستاذ مهند؟ شكرا لكم الأستاذ فاضل وشكرا للأستاذ إبراهيم. بس أستاذ فاضل بس أستاذ إبراهيم تكلم نقطة تأخير الرد من الموظفين في قسم الخدمات الموظفين. بس حيث بعلمك والعمر إنما أول ما استلمنا الرد طبعا إحنا لازم نتواصل مع الجهات المختصة اللي في المطار لتأكد معلومة هل إيش صار والمعلومات بشكل عام كامل للحصول على احتفية الموضوع من الألف للياء. ومن ثم لسمك يعني لعادل الجهات الاختصاص بتواصل مع المختصين من أجل حل أي إشكالية طول عمر. جزاك الله سبحان الله طول عمر، يعني تعرف هذا الوقت هو اللي أثر فيه، لكن نحن نتمنى دائما طول عمر إن أي مسافر يكون معانا يمر بتجربة سفر مميزة جدا إن شاء الله قد طموحه. وحنا أعيد التأسفي مرة ثانية واعتذارنا للأستاذ إبراهيم على تجربة السفر الغير ممتعة اللي مر بها مع الطيران العماني، ونتمنى إن شاء الله مستقبلا أن يسافر معنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ مهند بن محمد بحجاج نائب مدير العلاقات العامة للطيران العماني، شكرا جزيلا لك. شكرا جزاك الله. شكرا لكم وشكرا لكل الجهات التي تتجاوب معنا وأيضا الردود التي وردت من مختلف الجهات. الآن نبقى مع فاصل قصير ثم نعود للمواصلة في البث المباشر. البث المباشر منكم أقرب. البث المباشر دائما منكم أقرب، أهلا بكم من جديد وتحية لكل من ضم لمتابعتنا في الدقائق الأخيرة من برنامج البث المباشر. حلقتنا لهذا اليوم حلقة عامة نستعرض فيها عدد من الردود حول المواضيع التي وردت إلى البرنامج في الحلقات السابقة. الآن معي عبر الهاتف المهندس سليمان بن حمد السنيدي المكلف بأعمال مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وأيضا مدير بلدية صور. أهلا بك مهندس سليمان. الخير أستاذ خالد. مساء النور وسرور، مرحبا فيك معنا. مسي الأخوة المستمعين في هذا المساء. بارك الله مهندس ونبارك لكم يعني مؤخرا فوز ولاية صور بالكاس حضرة صاحب الجلالة في مسابقة كوس شهر البلديات. الله يبارك فيك أستاذي، الحمد لله كانت جهود طيبة من قبل المجتمع ومشاركته مع الجهات الفنية البلدية. الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى توفقنا وحصلنا المركز الأول الذي كنا نسعى إليه. جزاكم الله خير، وأكيد هذا انعكاس لما هو موجود على الواقع، وأكيد حريصين على أنه تكون أيضا الخدمات البلدية المقدمة في الولاية يعني بتلك الصورة الطيبة المشرقة. الآن لدينا مجموعة من الملاحظات راح نستعرضها معك المهندس سليمان. المتصل عبد الله المعمري من ولاية الكامل والوافي كان يتساءل عن توقيت الإنارة في شارع بدبد صور وأيضا شارع قريات صور، التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، هل هناك تغيير في التوقيت بداية يعني عمل الإنارة في هذين الفصلين؟ هو
استاذي في توقيت، توقيت شتوي وتوقيت صيفي. وانا اليوم في هذا الصباح تلقيت مكالمه من الاخ عبد الله بخصوص هذا الموضوع، ويعني خبرته على اساس انه يعني المغرب في 6 الى 10 تضيء الاناره، وان شاء الله سوف تكون الساعه 6:30 تطفئ في الصباح، لانه على ما اعتقد كان في فرق بسيط في تشتيل و إطفاء الإنارة. يعني وتم مخاطبة جميع البلديات التي تقع تحت إطار المحافظة الحدود المحافظة بأهمية الالتزام من الساعة السادسة إلى 10 مساء إلى الساعة 6:30 في الصباح. نعم، جزاكم الله خير. ويعني هل كان في الأيام الماضية في الأسابيع والأشهر الماضية كان يعني متواصل العمل في توقيت الصيفي أم ماذا، ما الذي كان يحدث بالفعل؟ هو في توقيت شتوي لكن في اختلاف 10 دقائق يعني في حدود بسيطة، وتجاوبا مع ما يطلبه يعني المستفيد من الخدمة. نعم. تم ذاك إخطار المختصين بأهمية التعديل إلى ما تم الإشارة إليه من الساعة 6:00 إلى 10:00، وبعد ذلك الإطفاء الساعة 6:30. نعم، لأنه هذا ربما يفرق مع كثير من مستخدمي الطريق، ربما يعني وجود الإنارة خاصة من يعني يخرج باكرا من وإلى سواء مستخدم الطريق بدبت صور، أيضا قريات صور، متجه إلى أي محافظة أخرى، ربما يعني ساعات الفجر الأولى يعني من الجيد إذا كان يتغير التوقيت، بحيث أنه يعني وجود الإنارة أيضا يفرق لدى قائد المركبة. لا، هي ضروري من العمليات الضرورية خاصة في الوقت المسائي في المغرب، والوقت الصباحي في بداية الصباح يكون في يعني نوع من الظلام، لذلك تسعى وزارة البلديات إلى أهمية يعني تكون الإنارة متواجدة خلال هذه الفترة. نعم، جزاكم الله خير على تجاوبكم. أيضا ملاحظة أخرى من الأخ عبد الله بن ناصر المشرفي من ولاية صور، يتساءل عن الإنارة من المستشفى، من يعني في الطريق من المستشفى إلى قلعة عقفة. طبعا أستاذ الكريم، هذا الطريق من الطرق الذي سعت وزارة البلديات وموارد المياه إلى أهمية إنارته منذ عام 2006 2007 2008 وهي تسعة ليس بهذا الطريق فقط، وإنما سعت من الحدود المحافظة عند ولاية وادي بني خالد إلى ولاية صور بأهمية ربط هذا الطريق، وذلك لوجود الحيوانات السائبة في هذا الطريق. طيب. الطريق سعت الوزارة ونفذت جزء منه من وادي بني خالد إلى ولاية الكامل الوافي، قامت الوزارة بتنفيذه. نعم. الجزئية الثانية من ولاية الكامل الوافي إلى ولاية صور في أثناء الجولة السامية في 2009 تم إدراج المشروع من ضمن الطرق الجولة السامية. نعم. وتم يعني توجيه تنفيذ هذا الطريق على أن يكون متابعة من وزارة النقل والاتصالات. لذلك تم تحويل ميزانية هذا الطريق من ولاية الكامل الوافي إلى ولاية صور تحت إدارة وزارة النقل والاتصالات. طيب. وزارة النقل والصالات طرحت المشروع في 2008 في أثناء فترة ارتفاع الأسعار خلال ذلك الفترة. طيب. تم تنفيذ جزء منه من ولاية الكامل الوافي إلى نهاية الولاية في مدخل الولاية في الفليج، يعني بالقرب منطقة طي، وتبقت جزئية من المستشفى إلى منطقة طي الواقع عليها الآن، وتم تكملة المشروع عند القلعة. تمت تكملة المشروع من المستشفى إلى القلعة. يعني تم ربط من ولاية صور عند المستشفى الجديد إلى القلعة اللي يشير إليها المواطن. تبقى عندنا 12 كيلو أو 11 كيلو و 500 متر. هذا الطريق يعني يحتاج، أنا واحد من الناس اللي ترتاد هذا الطريق بصفة يومية يعني. وكل من يرتاد هذا الطريق دائما يتصل فينا على أهمية إنارة هذا الطريق. تم مخاطبة خلال 2000 وتم يعني التحدث عن هذا الطريق في برنامج هذا الصباح في فترات سابقة. طبعا تم التواصل عند وزارة النقل والاتصالات على أساس أهمية تنفيذ ما تبقى من الطريق. نعم. خلال تلك الفترة، وحاولوا جزاهم الله خير مشكورين بربط الجزئية من بين صور إلى القلعة اللي يتكلم عنها المواطن. هل في شيء قريب إن شاء الله أستاذ سليمان؟ هو اللي دخل على البرنامج، دخل هو كان يعني الوزارة سواء وزارة البلديات أو وزارة النقل هو تسعى جاهدة يعني أهمية الطريق، لأن الطريق خدمي ويخدم الكثير يعني. إلا إن خلال الفترة الماضية طرح يعني طريق ازدواجية بدبت صور،
وطبعا طريق بده طريق بده تصور طريق مزدوج ويحتاج الى نوع من الاناره المزدوجه. طيب لذلك لو تم تنفيذ هذا المشروع خلال هذه الفتره يعني بيكون يعني ما مستفاد منه. نعم لذلك طيب يعني طيب طيب مهندس سليمان ايضا يعني الاخ عبد الله ايضا طرح موضوع اخر وهو يعني وجود بعض الآثار التي خلفتها يعني الأنواء المناخية في 2007 ما زالت هناك بعض شوارع متضررة في الولاية، إلى أي مدى هذا الكلام فعلا موجود؟ هو هذا الكلام موجود وبعض يعني الآن حصلنا بعض الطرق المتأثرة في الولاية وهي أكثر من 10 مواقع وحوالي 13 يعني تبلغ الأطوال الإجمالي لهذه المقاطع يعني التشققات، يعني في بعضها هبوط بعضها في موجود حفرة بعضها يعني في تشققات يعني حوالي 13 كيلو. تم يعني مخاطبة الوزارة وقفوا عليه المختصين حتى مع الوزير وسعادة الوكيل وقفوا على هذه الطرق ويعني ووجهوا بأهمية يعني معالجة هذه الطرق بأسرع وقت. وتم يعني الآن الموضوع في المديرية العامة للشؤون الفنية ونتمنى خلال الفترة القادمة إن شاء الله يتم صيانة هذه الطرق كما أفيد المواطن وهو دائما يسأل عن هذا الموضوع. نعم. موضوع ما منطقة الفليج اللي هو يعني يتكلم عنها طبعا الوزارة خلال الفترة الماضية سعت إلى طرح مناقصة لتنفيذ حوالي 60 كيلو في ولاية صور السلفي يربط المناطق الخدمية في الولاية. هل راح يغطي هذه الشوارع أيضا المتضررة بأنواع المناخية؟ لا هو احنا عاطينا ميزانيه ثانيه غير 60، هذه 60 طريق 60 كيلو لمناطق يعني مخططات جديده بالاضافه الى مناطق سكنيه قديمه ما فيها ما كانت مغطاه بخدمه الطرق الاسفلتيه. طيب يعني المهندس سليمان ما كان يعني انتظار طويل جدا من 2007 الانواء المناخيه لحد الان؟ لا استاذ خالد طبعا احنا الأنواع المناخية يعني تعدت من 2007 تم معالجتها جميعا خلال 2007 وتم معالجة يعني في فيت أبرال فيت 2010 انتهينا العام الماضي يعني انتهينا قبل فترة من 10 كيلو تم تنفيذه بالطرق المتأثرة بسيط، لكن هذه جزئيات بسيطة يعني متواجدة يعني جزئيات بسيطة ليست نتيجة أنواع مناخية طرق قديمة يعني. نعم طيب خلينا المهندس سليمان ننتقل إلى ملاحظة أخرى واردة من قبل الأخ بدر الشرجي من ولاية المضيبي يتحدث عن قرية الوافي والشارع الذي يربط هذه القرية، يتساءل أين وصل الموضوع؟ السؤال ذاك الموضوع يخص شمال الشرقية. احنا عندنا جنوب الشرقية من جعلان بربول جعلان بالمحتوى الكامل الوافي مصيره ما علي أنا قالوا المهندس سليمان هو اللي راح يجيب أيضا على هذا التساؤل إن شاء الله طبعاً. جزاك الله. إذا أنت ما عندك اطلاع على موضوع هذه القرية أو هذا الشارع؟ لا موضوع قرية الوافي لا، إلا عندي على أساس ما رد على محادثة الأخ عبد الله الناصر اللي هو دائماً يعني شريك البلدية، هو دائماً من الناس اللي من الناس المبادرين. نعم جزاك الله خير من الناس المبادرين. دائماً يعني مراجع للبلدية ودائماً يتحدث عن بعض المشاريع التي تحتاج يعني الى احنا نهتم بها ونلاحظها يعني. جزاكم الله خير. طبعا ملاحظه المواطن وتعاون المواطن معنا في الابلاغ عن الملاحظه هي تساهم في ان احنا نقوم معالجة الملاحظة يعني. نعم. يعني الآن موضوع الإنارة وتوقيت الإنارة يعني تم معالجته جزاكم الله خير، وأيضا فيما يتعلق بالشوارع يعني المتضررة هناك في بعض المناطق أيضا في الولاية كما ذكرت أنه في المرحلة القادمة راس ديلها أيضا مشاريع قادمة إن شاء الله. إن شاء الله والطرق الداخلية والطرق اللي هي اللي تخص المناطق الصناعية نفس الشيء فيها الآن الإجراء للتنفيذ. نعم شكرا جزيلا لك المهندس سليمان بن حمد السنيدي المكلف بأعمال مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وأيضا مدير بلدية صور. شكرا جزيلا لك المهندس. لك جزيل الشكر والأخوة المعنيين في البرنامج. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
تحية لهذه الجهات أيضا التي ترد وتتواصل معنا حول الملاحظات الواردة من قبل المواطنين. هناك اعتذارات أيضا من قبل بعض المؤسسات، يعني نتكلم ربما هناك محاولة للتواصل مع الإخوان في بلدية رستاق في موضوع يعني يشتكي هناك الأهالي في الولاية يخص بشاحنات أو معدات شفط مياه المجاري. هناك تعطل لربما الشاحنة الموجودة ولا يوجد بديل. حاول نتواصل مع الإخوان في بلدية رستاق لكن لم يجيبوا. أيضا هناك ملاحظة كانت من الأخ سليمان النقبي حول ترقيات 2009 لوزارة الصحة. أيضا الإخوان يعني في وزارة الصحة لا يجيبون على أي ملاحظة وموضوع لبرنامج البث المباشر وبدون ذكر الأسباب، لماذا لا نعلم. الإخوان في العلاقات العامة دائما في وزارة الصحة يكون ردهم اعذرونا الموضوع ما عندنا، هكذا أخبرونا أن نرد عليكم. كل تحية لإخواننا في وزارة الصحة. كانت هناك أيضا ملاحظات من قبل الأخوة عبد الله العبري وحميد بن خلفان الجابري تخص الهيئة العامة للكهرباء والمياه. طبعا الهيئة العامة للكهرباء والمياه مشكورة جزاهم الله خير، دائما متواصلين معنا في التواصل معهم خلال هذه الملاحظات الواردة من هذين المتصلين. اعتذروا هذا الأسبوع عن الرد بسبب انشغال يعني حسب كلامهم جميع المهندسين في عملية الربط والجمع، يعني مشغولين في حالة الطوارئ يعني الحادثة الآن فيما يتعلق بتغيير أيضا بتغيير حول تغيير الخط الربط في محافظة مسقط والذي استمعتم إليه طبعا في برامج عدة، وأيضا نوهت عنه الهيئة العامة للكهرباء والمياه حول انقطاع المياه خلال يعني الأيام اللي حددوها هناك. كل الشكر لهم طبعا للجهود المبذولة في هذا الموضوع. شكرا لكل من تواصل معنا اليوم فيما يتعلق بالردود الواردة من قبل المؤسسات المعنية، شكرا على تجاوبهم، وأيضا تحية لكل المواطنين على ملاحظاتهم التي يأتون بها إلى البرنامج. شكرا على هذه الثقة. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامجكم البث المباشر. إجازة أسبوع أتمناها سعيدة للجميع. في الختام تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج البث المباشر: تماضر بن سالم الوهابية، خالد بن حمدان الحجري، عبد الله بن مختار البلوشي، أنس بن خميس المشيفري. كنت معكم في التقديم اليوم خالد بن عبد الله السلامي، وهذه تحية من مخرجنا حمد بن عامر الوردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على صفحات البرنامج في الفيسبوك وتويتر دايركت برودكاست البث المباشر.